بعد أن كانت ترتشف في الخارج، عاد عبق القهوة ليملأ المقاهي في الداخل. شهور طويلة من الإغلاق القصري حرمت كارمن من الاستمتاع بهذه اللحظة التي كادت تنساها، فمذاق القهوة في المقهى لا تضاهيه لذة، تقول. لذيذ أم غير لذيذ لا يهم، المهم أنه في المقهى الذي أرتاده منذ 30 عاما. عمال قطاع المطاعم والمقاهي لا يخفون بدورهم مدى سعادتهم بخدمة الزبائن من جديد، فلا روح في هذه المرافق الاقتصادية دون سماع أحاديثهم وقهقهاتهم التي تملأ المكان. نستقبل الآن عددا أكبر من الزبائن. التعامل مع الزبون في داخل المطعم أكثر لطافة من التواصل معه عندما يكون في الخارج. نحن سعداء بعودة الحياة. عادت الحياة أو تكاد إلى ما كانت عليه في السابق إذن. السينما والمسارح وصالات الرياضة شرعت أبوابها لروادها. المسابح ونوادي البولينج والمكتبات كلها باتت مقصدا حرا للناس. عشاق الرياضة سيتمكنون بدورهم من العودة إلى الملاعب وتشجيع أفريقتهم المفضلة وإن كان بأعداد محدودة. سعيد بعودة المطاعم، سئمت من طلب وجباتي عن طريق منصات الإنترنت. إنه أمر سعيد للشباب، لقد حبسنا لأكثر من عام في بيوتنا. رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس حي الفرنسيين على صبرهم خلال الفترة الماضية، معتبرا أن وعيهم وانضباطهم ساعدا في عودتهم التدريجية لاستئناف حياتهم الطبيعية من جديد. الإسراع في عملية التلقيح بحسب الحكومة هو ما ساعد على عودة الصخب والازدحام إلى هذا الشارع وإلى باقي الشوارع الفرنسية. هذا الصيف سيتمتع الملقحون على ما يبدو بهامش حرية أكبر بعد تصويت البرلمان الأوروبي على جواز سفر اللقاح الذي سيعفي حامليه من المساءلة في أمور تتعلق بصحتهم. محمد حجي، العربي